أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 2 في الكارديو فاسكولار سيستم، وكعادتنا هنبتدي بإن نعمل إكزام ريجاردينج المحاضرة السابقة. فإحنا عندنا السؤال الأول regarding the heart all are correct except، يعني اختار الإجابة الخطأ. The mitral valve has two cusps، طبعا ده صح، ده الوحيد اللي bicuspid. هل ال heart is composed of two functional syncytia؟ صح. هل ال right ventricle is low pressure pump؟ صح، ساعات يسموه volume pump. طيب the main function of atria is to pump blood to the ventricles، غلط. the main function of the atria is blood reservoir. يبقى الإجابة الخطأ اللي هو عاوزها تبقى D for daddy. طيب regarding the SA node is located in the left atrium، لا هي located in the right atrium. بص SA node و AV node في right atrium، وهنفسرها ليه النهاردة بإذن الله. has a rhythm 100 per minute، لا الريذم بتاعها 60 per minute. is the only electrical connection between atria and ventricles، دي إجابة صحيحة. يبقى 2 C for cat. is the normal pacemaker of the heart، لا it's not the normal pacemaker of the heart. normal pacemaker of the heart هو SA node. سؤال الثالث regarding sodium calcium exchanger، it exchanged 3 sodium for 1 calcium، إجابة صح. it acts on both directions، صح. it causes calcium efflux في نهاية البلاتو of the action potential، طبعا ده هو ده اللي بيطلع الكالسيوم، صح. all of the above، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة دي for daddy. طيب السؤال الرابع regarding the fast response action potential of the heart، phase 0 is caused by calcium influx، لا ده هو by sodium influx، فعشان كده قلنا ان ده بنسميه ال fast response action potential انه بيحصل بالصوديوم. phase 1 اللي هو ال initial gradual small depolarization كان سببه ثلاث حاجات، اثنين عارفينه inactivation of sodium وactivation of potassium، وعشان نسرعها اكتر كان في كلورايد انفلكس، يبقى دي الاجابه الصح B for baby. فيز 3 starts by activation of L type calcium channels، ده بالعكس ده هو بيبتدي لما يحصل ان اكتيفيشن اوف L type calcium channels، وتبقى الديليد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل شغاله لوحدها. فيز 4 is hyperpolarization، لا مفيش hyperpolarization في الهارت. فيز 4 resting membrane potential. سؤال الأخير خامس regarding plateau of the fast response action potential of the heart، it's caused by a balance between sodium influx عن طريق L type channels و potassium efflux عن طريق delayed rectifying potassium channels، صح. البلاتو عمل ايه؟ prolongs the contraction of the heart، يبقى بي صح، وعليه prolongs L الـ absolute refractory period of the heart لأنه مرتبط بالأكشن تنشن، صح. يبقى all of the above، صح، D for daddy. يبقى السؤال الأول هيبقى إجابته هتبقى قلنا السؤال الأول D، السؤال الثاني هتبقى إجابته C، الثالث هيبقى D، الرابع هيبقى B for baby، والخامس الإجابة الصحيحة هتبقى all of the above دي برضو، تمام. طيب ده الجزء الأصيل وهو الـ MSQ، وبرضو مش عيد تاني، وأنا عارف إن الـ end الـ term exam على الأبواب، إن لازم نحل MSQ enough يا أولاد، يعني وتلت الوقت أو ربعه يبقى في النظري وتلت أرباع الوقت يبقى في حل الـ MSQ، ولما تلاقي سؤال في الـ MSQ مش فاهم وترجع ليه في النظري مش هي دي الإجابة الصح أو هي دي الإجابة الصحيحة، يعني تمالي النظري جنبك بس أنت بتحل الـ MSQ أساسا. طيب
استأنف. كان عندنا خلصنا الاكشن بوتنشال بتاع الايترا والفنتيك اللي هو اللون الاسود اهو، اللي هو سميناه النون بيس ميكر اكشن بوتنشال، اللي سميناه الفاست ريسبونس اكشن بوتنشال لان الديبولاريزيشن بتاعه بيبتدي بالصوديوم، والصوديوم معروف انه سريع. وقلنا بيتكون من خمسه فيزس، 0 1 2 3 4. وقلنا ليه 0؟ عشان ديبولاريزيشن، 1 2 3 4 ري بولاريزيشن. هنا بقى عاوزين نحط كيرفين على الالكتريكال تشينجز، عاوزين نحط الميكانيكال تشينجز اللي هو السيستول والديستول. انقباض القلب يسموه سيستول، طب والانبساط يسموه داستول. فعاوزين نحط الميكانيكال تشينجز دي على الاكشن بوتنشال. طيب وعاوزين نحط كيرف تاني باللون الاحمر اللي هو الاكسايتابيلتي تشينجز على هذا الكيرف. يبقى عاوزين نشوف علاقه الميكانيكال بالالكتريكال، دي نمره واحد اهي، الميكانيكال ستول داستول بالالكتريكال، وعلاقه الاكسايتابيلتي تشينجز ابسولوت ريفاكتيف بيريود ريلاتيف ريفاكتيف بيريود بالالكتريكال. طيب انا عاوز اعلمكم حاجه يا اولاد، في خط لازم ترسمه يوزن لك الثلاث كيرفات، الكيرف الاساسي اللي هو الكهرباء الاكشن بوتنشال، والكيرفين اللي انت عاوز تحطهم عليهم اللي هو بنهايه بلاتو. لازم ترسم خط كده، ده يظبط لك المواضيع اللي ماشي عليه بالليزر. تعال نبتدي بالسيستول اللي هو الانقباض بتاع القلب. انا اسالك سؤال سهل، ايهما اسبق، الكهرباء ام الاضاءه؟ يعني الاول الكهرباء بتوصل المصباح ولا المصباح بيضيء الاول؟ فكر من الحياه السولجي كما الحياه. طبعا الكهرباء توصل وبعدين المصباح يضيء. طب ما نفس الفكره يا اولاد، الهارت ده الكتريك بامب، يبقى لازم يتكهرب وبعدين ينقبض، يتكهرب وبعدين ينقبض. فالسيستول نقطه مهمه جدا، يعني مهمه جدا، بيجينز شورتلي افتر immediately after depolarization، يعني لازم يحصل depolarization وبعدين يبتدي السيستول. ما انت فاهم، لان depolarization ده هو اللي هيعمل الانقباض. وبعدين تحب اقول لك الاحداث، لازم الانقباض عاوز كالسيوم. طب الكالسيوم ما بيبداش يفتح اللونج لاستنج كالسيوم شانل غير هنا في 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 فيز زيرو. فاكر الرقم اللي قلت لك اوعى تنساه، علي بابا ولا 40 حراره، 40 ماينس 40 ملي فولت. يبقى لو قلت السيستول بيبتدي مع الديبولاريزيشن غلط، الاوائل يقولوا السيستول بيجينز immediately after shortly after الديبولاريزيشن. فين اهم جمله بقى يا اولاد اللي هي اللي جايه دي؟ طب وانز امتى؟ انز باي ذا اند اوف ذا بلاتو. عشان كده قلنا هنحط الخط ده، لان طول ما في بلاتو في كالسيوم بيدخل عن طريق ال تايب كالسيوم شانل في كونتراكشن، لان الكالسيوم كان بطل مسرحيه الانقباض. يبقى دي اهم جمله بتيجي في الام اس كيو، بينتهي فين السيستول؟ مع نهايه البلاتو. يبقى يمكن ربط السيستول بالالكتريكال تشينجز، ان لازم الهارت يتكهرب يحصل له ديبولاريزيشن وبعدين ينقبض، يبقى السيستول بيجينز افتر ديبولاريزيشن. والجمله الاهم اند اندز by the end of the plateau. طول ما في بلاتو في كالسيوم داخل عن طريق ال تايب كالسيوم شانل يبقى في كونتراكشن. نيجي الداستول بقى، هقول لك مفاجاه، لا يوجد الا علاقه مصادفه ما بين الداستول والكهرباء، مصادفه ما لا يمكن تشرح، لو حد حاول يشرحها يبقى مش فاهم، لان الداستول لا يحتاج كهرباء على الاطلاق. ايه المصادفه اللي حصلت؟ مجرد علاقه مصادفه ان الداستول بياخد ضعف مده الثيرد فيز. يعني شوف ده الثيرد فيز اوف ريبولاريزيشن اهو، خلاص هو بياخد، بص معايا بالليزر، دبل ذا تايم، دبل ذا تايم اوف ثيرد فيز. علاقه مصادفه لا تشرح لان الداستول لا يحتاج الى كهرباء. طب في سؤال ام اس كيو هنا، طب مين اطول، الميكانيكال تشينجز اللي هو باللون الاحمر السيستول والداستول، ولا الالكتريكال تشينجز الاكشن بوتنشال او باللون الاسود؟ بص وجاوب. الاجابه الميكانيكال بياخد مره ونص مده الالكتريكال تشينجز. انا حاطط لك اهي هذه الحقائق، تعال نراجعها في عجاله.
يبقى الميكانيكال تشينجز السيستول بيجينز امتى وينتهي امتى؟ بيجينز immediately after depolarization. الهارت يتكهر وبعدين ينقبض. واهم كلمه طب والدايستول اسف السيستول ends by the end of the plateau. يبقى begins immediately after depolarization و ends by the end of the plateau. يبقى ابتدى immediately بعد الكهرباء وانتهى بنهايه البلاتو. طول ما في كالسيوم في انقباض. طب والدايستول علاقه بمصادفه. خد دبل ذا تايم اوف ثيرد فيز. طب سؤال ام اس كيو مين اطول؟ الميكانيكال مره ونص الالكتريكال تشينجز اللي هو الاكشن بوتنشال. نيجي الاكسيتابيلتي تشينجز يا ولاد. ابسولوت ريفاكتور بيريد وريلاتيف ريفاكتور بيريد. اللي سمع محاضراتي في النيرف هيبقى كويس قوي. تعالى نطبق القواعد اللي خدناها قبل كده. فاكر كنا قلناها افتكرناها بالسمع. لما قلنا الابسولوت ريفاكتور بيريد بيشمل الاسندنج وحته في الديسندنج اهي. يبقى الابسولوت ريفاكتور بيريد بيشمل ايه؟ الاسن الابسولوت بيشمل الاسندنج وحته في الديسندنج اللي هي فيز واحد واثنين وجزء في ثلاثه. ما هو انا هقف هنا. يبقى ده يمثل ايه؟ بص يبقى يمثل الاسندنج وحته في الديسندنج. تمام. يبقى الابسولوت ريفاكتور بيريد كونسايدز مع الدي الاسندنج اللي هو فيز زيرو اللي هو الديبولاريزيشن واحد واثنين وحته في ثلاثه. طيب في اثناء الابسولوت ريفاكتور بيريد بيبقى الاكسيتابيلتي كام؟ بص للكيرف بيبقى الاكسيتابيلتي زيرو. وهذا هو المطلوب. يبقى فكر معايا بقى. عاوزك تبص كده للكيرف الجميل ده. يبقى طول ما الهارت في حاله سيستول اهو فهو في حاله ابسولوت ريفاكتوري بيريد. لان احنا قلنا في الهارت في الام اس كيو الابسولوت ريفاكتوري بيريد فيري لونج. اكشوال يا اولاد الابسولوت ريفاكتوري بيريد بروتكتس السيستول، بتحمي السيستول. طول ما الهارت في حاله انقباض لا يستجيب، الاستجابه صفر في ابسولوت ريفاكتوري بيريد، الاكسيتابيلتي زيرو. يبقى لو جيت في اثناء السيستول واديت الهارت ستيمولس مش هيعمل انقباض فوق انقباض، مش هيعمل تيتانس. عشان كده الكاردياك ماسل كان نيفر بي تيتنايزد، لانه وهو بينقبض مفيش استجابه. تخيل لو كان هو بينقبض اديت له ستيمولس استجاب، كان يعمل انقباض فوق انقباض يبقى يعمل تيتانس يتوفانا الله. يبقى ليه الكاردياك ماسل ما فيهاش تيتانس؟ عشان عندها فيري لونج ابسولوت ريفاكتور بيريد. ودي عملها ربنا ازاي؟ بانه طور الاكشن بوتنشال بان جعل بلاتو. أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال بأن جعل بلاتو ليطيل في عمر الأبسولوت ريفاكتور بيريود عشان تغطي البيريود أوف سيستول. يبقى أهم وظيفة لللونج أبسولوت ريفاكتور بيريود إنها بتمنع الإيه؟ التيتانس. إنه طول ما الهارت في حالة سيستول لا يستجيب، فمش ممكن يحصل انقباض على انقباض، مش ممكن يحصل تيتانس. طب للأوائل بقى؟ ما إحنا بنقول هنا وهنا فقط تصنع الأوائل. فتعال نبص مع بعض. في نقطة مهمة أوي. هنرجع كيف ده هو. خد بالك الابسولوت ريفاكتور بيريود اهو ما خدش بس السيستول وخد ايرلي بارت اوف دايستول. ايه اهميتها دي؟ يعني الهارت مش هيقدر يستجيب، مش بس في السيستول مش هيستجيب، مش هيحصل تيتانس، ولازم يحصل شويه دايستول. يعني في ايرلي بارت اوف دايستول مش هيستجيب. فكر فيه، هو لو كان الهارت بعد ما عمل سيستول يقدر يستجيب، طب هيستجيب هيعمل ايه؟ ما ملاش. عشان كده الابسولوت ريفاكتور بيريود بتاخد الايرلي بارت اوف دايستول عشان الهارت يكون ملى شويه. دلوقتي يقدر يستجيب لما تديله ستيمولس، هي 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 ايجكت، هي بامب كميه اللي ملاها. يبقى فور تو ريزون الابسولوت ريفاكتور بيريود طويله. To protect systole, to protect systole, to protect systole, to prevent tetanus. دي نمرة واحد واثنين وثلاثة. طب والأوائل؟ ده مش بس بياخد ستول، بياخد أول حتة في الدايستول، ما يستجيبش الهارت. لازم تديله حتة دايستول يملى فيها قبل ما يستجيب، لأن لو استجاب قبل ما يملى، إيه قيمة الاستجابة؟ ما استجابش في أثناء ستول، بس قبل ما يملى هأستجيب أنقبض، هو ملى حاجة. يبقى مش هيضخها. فعشان كده الابسولوت ريفاكتور بيريود بتشمل السيستول والايرلي بارت اوف دايستول. الاهم مين؟ تاني اوعى تنسى السيستول، سيستول سيستول تو بريفنت تيتانس. طب والايرلي بارت اوف دايستول؟ عشان يقلقوا فيلينج، عشان يملى شويه، عشان لما تدي له ستيمولس ويستجيب
يلاقي حاجة ضخها اللي هي اللي هي وظيفته. شوف العظمة الإلهية. طيب نيجي الريلاكتيف ريفراكتوري بيريود. انتوا فاكرين كنا حفظناها بالسمع، قلنا الريلاتيف ريفراكتوري بيريود كونسايدز وذ ذا ريست اوف ديسندنج. طب فين هنا الريست اوف ديسندنج اللي هو 3 ده بقيه الديسندنج؟ يبقى الريلاتيف ريفراكتوري بيريود كونسايدز وذ ذا ريست اوف فيس 3. نفس القواعد بتاع النيرف اند ماسل. اللي حضر معايا محاضرات النيرف هيلاقي مش بنشرح حاجه مختلفه، بنعيد اللي بنقوله تاني. الابسوليوت الابسوليوت كونسايدز مع الاسندنج، ابسوليوت مع الاسندنج وحته في الديسندنج. طب والريلاتيف ريفراكتيف بيريود مع الريست اوف ديسندنج اللي هو في 3. ايه اللي استجد عليا هنا بقى؟ ان في الهارت في حاجه اسمها سوبر نورمال فيز اوف اكسيتابيلتي. يعني الهارت عنده مرحله بعد الريلاتيف ريفراكتيف بيريود بيزيد فيها الاكسيتابيلتي اهي، سوبر نورمال فيز. شوف الاكسيتابيلتي اباف زيرو. طب دي بتشمل ايه؟ بتشمل اخر حته في 3 كونسايدز مع اللاست بارت اوف فيس. حته صغيره قوي على فكره، انا رسمها طويله شويه، هي قصيره جدا. ايه قيمتها بقى السوبر نورمال فيز؟ مرحله بتعقب الريلاتيف ريفراكتيف بيريود بيبقى الاكسيتابيلتي فيها اعلى من نورمال. يبقى الهارت في هذه الحاله يا اولاد فالنربل. يعني ايه فالنربل؟ يعني عرضه لحاجات مش كويسه. اما اقول ام فالنربل بيرسون يعني انا شخص ايذائي سهل، فيسموها الفالنربل بيريود اوف ذا هارت. هنا بقى لو جت لو في بؤره خارجيه في الهارت يسموها اكتوبيك فوكس. فوكس يعني بؤره، واكتوبيك يعني خارجي، حاجه في وبتحصل في القلوب كلها حته غير الاس ان طلعت كهرباء، والكهرباء وقعت في هذا الجزء. يعني حاجتين لازم، حته بره الاس ان تطلع كهرباء اكتوبيك فوكس، والحظ الفقر بتاع العيان تقع في سوبر نورمال فيز اللي الهارت الاكسيتابيلتي زايده. ايميديتلي الهارت يحصل له اريذميا، يعني لخبطه في ايقاع الهارت. ريذميك يعني ايقاع، ريذم كلمه ريد ايقاع، اريذميا يعني لخبطه. تصل الاريزما دي ممكن الى فنتريكولا فايبريليشن، يعني الفنتريكولا ارتعش ويتوفاه الله الانسان. يبقى دي خطيره جدا سوبر نورمال فيس اللي هي بتبقى في اللاست بارت اوف فيس 3 during which الهارت بيبقى فالنربل. اي كهرباء جايه من بؤره خارجيه غير الاس ان او ديكتوبيك فوكس ممكن تؤدي الى اريزميا في الهارت ومشاكل قد تصل الى فنتريكولا فايبريليشن، رعشه البطين، والشخص يتوفاه الله. بس خد بالك دي مش سهله عشان ما تتخضش. عارف زي المثل اللي بيقولوه هنا عندنا ايه؟ يقول لك اتس فيري انلاكي تو بي، يعني من غير الحظ انك تبقى ذا رونج مان ات ذا رونج بليس ات ذا رونج تايم. يعني راجل ماشي تحت عماره معينه في وقت معين العماره وقعت عليه، يبقى ده الرونج مان في الرونج سبوت تحت العماره اللي وقعت في الرونج تايم في الوقت اللي وقعت فيه. It's very unlucky. نفس القصة هنا. It's very unlucky إن أو يبقى عندك ectopic focus. مش مفروض يبقى عندك بؤرة خارجية تطلع كهرباء. ولسه في واحدة تاني وتطلع كهرباء وتسيب ده كله وما تجيش غير في السوبر نورمال فيز. يبقى حظك بقى مكتوبة لك، يحصل لك أريذميا. فسموها السوبر نورمال فيز والإكسيتابيلتي. تعال نقراها بقى مع بعض. يبقى الإكسيتابيلتي تشينجز الأبسوليوت ريفراكتوري بيريود بتبقى الإكسيتابيلتي فيها زيرو. كونسايدز مع إيه؟ الابسوليوت مع الاسندنج اللي هو فيز زيرو، الابسوليوت مع فيز زيرو وحته من الديسندنج واحد واثنين والايرلي بارت اوف ثلاثه. طيب ات كفر ذا هول بيريد اوف سيستول ده لكل الطلبه. طب وحضرتك الاوائل والايرلي ده استول. وعليه ايه اهميتها؟ لكل الطلبه تو بريفنت تيتنس. طب ولحضرتك تو الاو ايرلي فيلينج اوف ذا هارت. انتم الاوائل. طب الريلاتيف ريفراكتوري بيريد قلنا الريلاتيف الريست اوف ديسندنج ليم، يبقى الريست اوف فيس 3. والاكسيتابيلتي بتبقى لا هي زيرو ولا هي نورمال، بيلو نورمال. ايه اللي زودناه بقى؟ السوبر نورمال فيزو اكسيتابيلتي. فالنربل بيريود، فالنربل يعني عرضه. بيبقى فيه دي موجوده مع اللاست ليت بارت اوف فيس 3. ولو عندك بؤره طلعت كهرباء في الوقت ده يعني حاجتين وحشين. بؤره خارجيه الاس ان او بعت الكهرباء، دي اول حاجه وحشه. ووقعت فين؟ شوف حظك. في السوبر نورمال فيز يجي لك اريذميا، لخبطه في ايقاع القلب. طيب دي كانت الخاصيه الاولى يا اولاد.
تقل بقى الخاصية الثانية وهي ريدميستي. خلاص الريدميستي او اوتوماتيستي، يعني the power of the heart to beat regularly. اهي اوريها لك بالشكل ده. The power of the heart to beat rhythmically. ده يسموها rhythmicity او automaticity. وهي تعتمد على ان الهارت عنده automatic cells. يعني ايه automatic cells؟ يعني كده automatically يقدروا يطلعوا spontaneous action potential، يطلعوا تلقائي spontaneous action potential، فيخلوا الهارت يشتغل بتلقائية spontaneously، فنسمي ده automaticity. ومش بس بيشتغل بتلقائية، وبتلقائية منتظمة، فعش كده يسموها automaticity انه يشتغل automatic منتظمة، يسموها rhythmicity. هم اثنين حاجة واحدة، لأن الهارت يعمل، اسمعني حلو، بتلقائية منتظمة، فعشان كده سموها أوتوماتيستي أو ريدميستي. وتعتمد على وجود إيه يا أولاد؟ تعتمد على وجود الأوتوماتيك سيلز. تعال بقى نتفرج على الأوتوماتيك سيلز دي. قلناهم بس فرصة نقولهم تاني. مين النورمال بيس ميكر أوف ذا هارت؟ اللي هو الإس إي نوت، ساينو إترال نوت. قلت لكم حتى ليه سموها ساينو إترال نوت، شرحتها، هقولها تاني في عجالة اللي ما سمعنيش. التسمية حسب قلب الضفدع اهو، اللي هو قلنا القلب اللي بتغني له شادية، اللي هو فيه وان فنتريكل. قلب الضفدع عبارة، اعرفه عشان العملي، ساينس فينوزس مجمع للأوردة اهو اللي فوق، وبعدين تو اتريا اهو اذن اتنين، وبعدين وان فنتريكل. لما شادية بتقول له عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين، يبقى بتغني القلب الضفدع هو اللي عنده فنتريكل واحد، انما احنا عندنا تو فنتريكلز تو هارتس، لان عندنا تو سيركوليشنز فالنوري سيستم، قلناها في المحاضره الاولى. هنا الحته اللي بتشغل قلب الضفدعه اللي هم اكتشفوها موجوده ما بين الساينس فينوزس والاتريا، يبقى يسموها ايه في الضفدعه؟ ساينو اتريال نوت. يبقى تبقى فاهم هنا بنفهم الترمينولوجي. يبقى التسميه حسب الضفدعه ساينو اتريال نوت. احنا ما عندناش مجمع الاورده، ومع ذلك بقى اسمها ساينو اتريال نوت. خلاص، طيب دي النورمال بيس ميكر موجوده فين؟ بص معايا في الرايت اتريوم. فين بالظبط؟ على البوستير وول. فين بالظبط؟ عند الاوبننج بتاع الوريد الاجوى في العلوي، السوبيرو فينا كيفا. يبقى اول حاجه قلت اللوكيشن، ثلاث نقط قلتها في اللوكيشن، رايت اتريوم ودي اهم نقطه، بوستير وول عند الاوبننج والسوبيرو فينا كيفا. وخد بالك موقعها جميل فوق عشان الكهرباء لما تطلع منها تشمل كل الهارت معايا، يعني تبتدي من فوق الاترا ينقبض الاول ثم الفنتكل، يعني الموقع مش اي حاجه. انت عاوز الاول الاترا ينقبض يفضي في الفنتكل، وبعدين الفنتكل ينقبض يفضي في الاورتا، يعني تبتدي فوق خالص عند السوبير فيناكيفا، يعني موقع جميل للتامل يا اولاد. طب نورمال بتشتغل كام؟ 105 بير مينت. قلنا لو قلت 100 كويس، بس بعض الجامعات قال يعني 105 بير مينت. طب هنا هنسالك سؤال، طب نورمال الهارت ريت بتاعك كام؟ قلنا من 70 ل 75، نقول 72 برمنت. ليه؟ لان الباراسمباثاتيك على وجه التحديد الفيجاس هو اللي بيغذي الهارت، يحب يوفر، انا بقولك بيبني، اللي عاوز يبني يوفر عشان يعرف يبني، فبيخفض عدد ضربات القلب. لان خد بالك القلب دي العضله الوحيده في الجسم التي تنقبض بانتظام من المهدي الى اللحد، يبقى شوف بقى كميه الطاقه اللي هتاخدها قد ايه معايا. فربنا عاوز يخليها تستهلك وقود قليل، فعش كده الفيجاس بيقللها من 105 الى 72. لما حضرتك تجري بقى او ما شابه خلاص ما نقللهاش، ده مش بس مش هنقللها، هنزودها بالسمباثاتيك. على لو الفيجاس سابها تضرب 105، طب والسمباثاتيك يعليها كمان عن 105. اعلى هارت ريت، خدها فقط المعلومات العامه، في الهيومن بينجز افتكر رقم 200، تحت 200 لو انت ادلت، الوحيد اللي يقدر يطلع فوق 200 اللي هو التشايلد، معلومات عامه. خلاص يبقى 200 افتكر ده اللي هي ثلاث اضعاف النورمال، لو النورمال حوالي 72 ثلاث اضعافها حوالي 200. اقل 200 حاجه بسيطه في الميل، ادلت ميل او في ميل
وفي الشايلد يبقى اكتر من كده. ده معلومات عامه تقولهاش بس فهمتك ان نورمالي الانهيرتنت ريدم هي متظبطه لو سبتها لوحدها بدون اعصاب هتشتغل 105 والفيجاس يجي ينزلها ل 72. انهي فيجاس بقى؟ بصوا معايا هو الاس انود في الاكستريم رايت فسبلايد بالرايت فيجاس. ده سؤال ام اس كيو. طب افرض باظت الاس انود ما تخافش في بيس ميكر احتياطي اهو موجود عند نقطة التقاء بوث اتريا ببوث فنتكلز يبقى نسميه ايه؟ سميه انت عند نقطة التقاء الاتريا بالفنتكلز يبقى نسميه اتريو فنتريكولار نود. نود يعني عقدة. خلاص ده احتياطي لو باظ الاس نود وما تخافش قلما جدا نادرا جدا 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 انها تبوظ هتشتغل بالاي نود اللي هي كام في الحالة دي؟ 60. خلاص اشتغل 60 بير مينت ويمكن تبطئها برضو عن 60 حاجه خفيفه بس هنا في الحاله دي بمين؟ بالليفت فيجاس. هتقولي انت حافظهم ازاي؟ مش حافظهم هما اتنين في الرايت اتريوم اه بس اللي مورتو ده رايت بالرايت فيجاس والعقل واللي مورتو ده ليفت تبقى بالليفت فيجاس. يبقى تاني بقى عاوز اعقد مقارنه ما بينهم يبقى الاس انود في الرايت اتريوم ستيرول عند الاوبننج سفير هنا كيبه. طب النقطه المقابله الايفي نود عند الجانكشن بوث اتري اند فنتك عشان كده سموها اتري فنتك نود. فين بالظبط؟ بص بقى فين بالظبط؟ على الرايت سايد بتاع الاترال سيبتا. انا بشاور معاك بالليزر الرايت سايد بتاع الاترال سيبتا. فين بالظبط بقى؟ مش باينه ان الرسمه مش مجسمه ورا ورا خالص بوستيرو بارت. خلاص وريتها لك فاكر المحاضره الماضيه قلت لك لو هي دي اهي لا هي ورا خالص بصي بس الناس مش مجسمة. طيب دي تشتغل كام؟ 105 في الدقيقة ودي كام؟ 60 في الدقيقة تمام؟ طب النقطة الثالثة دي سبلايد بالرايت فيجاس دي سبلايد بالليفت فيجاس تو انهيرت تو انهيبت الانهيرتنت ريذم بتاعتها. بس قلت لك في نقطة مهمة في الايفي نود الوظيفه الاساسيه في النورمال حضرتك وحضرتك والعبد الله شغالين بالاس انود. طب يعني ممكن تقعد بقيت عمرها ما تشتغلش اه بس لها وظيفه هامه جدا هنعرفها دلوقتي ان الوصله الكهربائيه الوحيده من الاتريا للفنتكلز والايفي نود ده اونلي الكتريكال كونكشن ما بين الاتريا والفنتكل يعني الكهرباء لا يمكن تعدي من الاذنين للبطنين الا من خلال الايفي نود. طب طالب ذكي يقول لي امال ليه ما تعديش من هنا؟ لان ده فايبرس تيشو اما قلنا فيه فور فايبرس رينجز كهرباء ما تمشيش في فايبرس. الفايبرس ده ما مش خلايا يعني نسيج طلائي خلاص ما يعديش فالاونلي الكتريكال كونكشن هي الاي في نود. طيب هنا وعدتكم اضربكم بحاجه مش هتقراها في معظم الكتب يعني هو ليه ربنا حطهم هما الاثنين في الرايت اتريوم كان ممكن نفس الكلام يحطهم في الليفت اتريوم. حاجة لطيفة في الأول بس مش هي الإجابة إنه إحنا أهل اليمين فربنا بيفضل الناحية اليمين مش دي الإجابة الرايت سايد الإجابة هقولها اللي ما يعرفهاش معظم الزملاء الصغيرين دول أغلى حتتين في الهارت الإس إنود والإيفي نود. خلاص الأونلي تشيمبر الغرفة الوحيدة للبريشر فيها زيرو هو الرايت إتريوم. يعني إيه بريشر زيرو؟ يعني نو بريشر. بص لي من فضلك أسوأ حاجة على الأنسجة دي البريشر. البنات لما يلبسوا حلق والحلق ده يبقى عامل بريشر على حلمة الأذن بعد شوية يجي لها بين لأن البلاد سبلاي بتاعها قليل. يعني أسوأ حاجة على الأنسجة إيه يا أولاد؟ هي البريشر. الرايت اتريوم هو التشيمبر الوحيدة هناخد بعد كده نشوف في الترم الثاني بإذن الله اللي البريشر فيها زيرو يعني نو بريشر. عارف الليفت اتريوم البريشر فيه 8 ملم مركوري. طب انت اغلى حته في القلب اللي هو الاس انود والايفي نود فشوف الاختيار كان رائع ان ربنا حطهم في حته نو بريشر لان البريشر في الرايت اتريوم زيرو. دي مش هتقراها في الكتب انما بنتامل فيها مع بعض انه وراء الخلق خالق. روح اسال اي حد قول له هم ليه في الرايت اتريوم مش ليفت اتريوم يقول لك هي لا مش هي كده وربنا حتى دعانا في كل الاديان ان احنا ننظر في انفسنا. وانا بعمل ايه في الفسيولوجي
ليه يعني مختلف عن الآخرين؟ إنه من خلال إنه وراء الخلق خالق. في الإنجيل يقول لك انظروا، في القرآن يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظروا، دي في كل الأديان، بص بص عشان تعرف إن في خالق. الخالق ده مش 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 حاجة اللي إحنا عايشين في وهم، كل حاجة تنطق بأنه وراء الخلق خالق. أدي واحدة منهم ليش مكتوبة في الكتب، ما كانتش هتفرق على الإطلاق إن هما الاثنين يبقوا في الليفت إيتريم، بدل ما الكهرباء جاية كده تيجي كده، مش أي حاجة. The only difference إن الرايت إيتريم البريشر فيه زيرو، نو بريشر على أغلى حتت في الجسم، الإس إنود والإبي نود. أي هوب تبقى تمتعت بيها. طيب يا أولاد، ما قلتش بقى مش عاوز عبط، مفيش حاجة اسمها عند ربنا جوز اتنين اللي هما الإس إنود والإبي نود. لا، في ناس في الدنيا الإيفي باندل أو الباندل أوف هيس ده قلناها قبل كده اتقطع. وقلنا يعني اتقطع مش بسكينه، يعني اتقفل البلاد سبلاي بتاعه. يبقى في الحاله دي هل في فكر معايا الليجن هنا الحته دي ماتت متقفل البلاد سبلاي، هل الاتر في عنده اي مشكله؟ لا، اشتغل عادي بالاس نوت خلاص. اه بس في مشكله، الفنتكل ما بيوصلوش كهربا، وهو الاسينشال فور لايف مش الاتر، الاتر نوت اسينشال فور لايف جايبين. فهنا بقى ربنا عمل حاجه رائعه، ان احد البركنجي فايبرز دي يا اولاد تنصب روحها بيس ميكر وتضرب 20-40 بير مينت. وخد بالك بقى هنا، هل دي محتاجة تخفيض؟ اديك برضو هتفهم حاجة جديدة. هل العشرين الاربعين دي ده هي من الاول منخفضة جدا، ده هي في الاول لا تصلح غير انها تبقيك على وجه الحياة لحد ما ناخدك الطوارئ الامرجنسي روم ونحط لك بيس ميكر. دلوقتي بس فهمنا سؤال في الام اس في الام اس كيو مهم جدا في الالكترونيك، ليه الفيجاس ما بيديش الفنتريكل؟ ذا فيجاس داز نوت سبلاي الفنتريكلز، او هنا نقولها بقى الاصح فيري ويك سبلاي، بس ما تقولهاش انت هناك كده. الفيجاس عنده يا فيري ويك فنتريكل سبلاي، لان دي لا تحتاج لتخفيض، ده هي مخفضه جدا. ده قلنا دي مش، ما فيش ناس عايشه في الدنيا بتضرب 20 ل 40 في الدقيقه، ده بس تقعد نايم كده على قيد الحياه لحد ما ننقلك ونحط لك ارتفيشال بيس ميكر. طب ويسموا دي ايه بقى في هذه الحاله؟ ايديو فنتريكولار ريذم، يعني الريذم بتاع الفنتريكل الذاتي، ايديو فنتريكولار ريذم خلاص بتاعه هو لوحده. وفي الحاله دي عاوزك تبقى متخيل، هيبقى الاترا شغال ببريت 72 عادي تبع الاس نود، والفنتريكل بريت اخر ب 20-40، يعني مش كل الهارت ذا سيم ريت، الاترا في وادن والفنتكل سواد الاخر، انما مقبول لحد ما نقولك ونحط لك بيس ميكر. يبقى نورمالي حضرتك بنستخدم مين؟ الاس انوت كل الناس. لو باظت ايفي نوت، ما تقوليش لو الاثنين باظوا، عاوزك تحب علم السيركوليشن والكاردولوجي. لو، وده ناس كتير في الدنيا على فكره، حتى افترات يعلنوا عنهم ان هم اللي عنده بيس ميكر عشان هتزمر في الاكس راي حاطط بيس ميكر لانها بتبقى معدن. لو باظ الباندل اوف هيس او الاتروفنتريكو باندل، في الحاله دي ما تخافش، ربنا مجهز احد البركنجي فايبر هيشغل الفنتكل بريت قليل لحد ما نحط لك بيس ميكر 20-40، لا يحتاج لتخفيض. عشان كده هنا ما فيش فيجاس، هنا في فيجاس وهنا في فيجاس في الاتر، لكن ما فيش في الفنتكل. يبقى بنفهم مش بنحفظ، there is no ventricular supply to the ventricles، او هنا بقول لهم very weak ventricular supply كانه لا وجود له. شيء رائع. ادي الاوتوماتيك سيلز اغلى حاجه. مين بقى النورمال بيس ميكر اس انود؟ هيسالك سؤالين، ما هو وات ذا ديفينيشن اوف نورمال بيس ميكر؟ الديفينيشن موجود قصادك. ات از ذا بارت اوف ذا هارت، اهو الحته في القلب، which has got the highest rhythm، اللي عندها اعلى ريذم. اسمع اللي بعدها، and the heart follows its rhythm، والهارت يتبعها. طالب قال لي طب احنا هنا الاوائل، ليه قلت لي ان ذا هارت فولز ذا سيزم؟ الحاله الثالثه، ما انا قلت لك انت مين الاهم في الهارت، الاترا ولا الفنتكل؟ ايه رايك؟ الفنتكل. في العيانين اللي اتقطع عندهم الباندرو فيس، الفنتكل بيتبع مين؟ الايديو فنتريكوريزم. يبقى الايديو فنتريكوريزم اللي هي بتاعه الفنتكل هو الاهم، هي دي البيس ميكر دلوقتي. يبقى البيس ميكر للاوائل حاجتين، لازم يبقى عنده الهاي ستريدم والهارت يتبع هذا الريزم. لان في الاتروفنتريكولار بلوك، واحد من اشهر امراض لو اتقطعت الكهرباء علينا، في الاس ال او وهي سريعه جدا، بس الفنتكل المهمه ما بيتبعهاش،
الفنتريكل بيتبع الايديو فنتريكولار انها مش واصله. يبقى للاوائل ما هو تعريف البيس ميكر؟ حاجتين، عنده الهاي ستريزم ما تنفعش لوحدها، ولازم ان ذا هارت فولوز اتس ريزم. لكن لو الهارت بيتبع البركنجي اللي هو الفنتريكل اهم طبعا، هو ده المهم، يبقى نقول ده البيس ميكر هي الايديو فنتريكولار البركنجي فايبرز. I hope I'm clear and I'm always clear. طب ازاي اثبتنا ان الاس انود دي هي النورمال بيس ميكر؟ اثبتوها ازاي؟ تجربه سهله جدا. انا بقول البيس يعني المايسترو. يا اولاد، من هو المايسترو؟ هو الشخص اللي اذا اسرع كل الجوقه او الفرقه الموسيقيه تسرع، واذا ابطا كلهم يبطا. انما اي فرد في الجوقه الموسيقيه يسرع يبطا براحته، ما حدش وراه، ده مش هو ده اللي ماشي الفرقه. فعملوا تجربه سهله جدا، سخنوا كل اجزاء الهارت، لقوا انهم لما بيسخنوا الاس انود الهارت ريت كله بيزيد. يبقى هو دي اللي بتشغل، لما الاس انود تسرع بسبب الورمنج كل الهارت هيسرع. يسخنوا اي حته تاني في الهارت، هتاخدها تجربه عملي، مفيش حاجه، ما يحصلش حاجه في الهارت، وبالعكس برد كل اجزاء الهارت. لقوا لما بيبردوا الاس انود، يعني الاس انود بردت فبتشتغل ببطء، كل الهارت يبطئ. تبريد اي جزء اخر في الهارت لا يحدث نفس التاثير. يبقى وورمنج الاس انود هيعمل اكسلريشن تو ذا هول هارت. يبقى ده الشخص اللي اذا اسرع كل بيسرع يبقى ده المايسترو. وورمنج اني اذر بارت اوف ذا هارت داز نوت برودوس ذا سيم افكت. والعكس في الكل، العالم يفكر ليه هي دي الاس انود. غير طبعا في اثباتات تانية ان دي الحته اللي بيبتدي عندها الكهرباء في الالكتروكارديوجرام، دي منشا الكهرباء. ده الاوتوماتيك سيلز. عشان ما نتوهش يا اولاد، الهارت عنده خاصيه، قلنا عنده اربع خصائص: اكسايتابيلتي، ريذميستي، كوندكتيفيتي، وكونتراكتيفيتي. سؤال ام اس كيو، الاربعه دول خاصيه عضله القلب، مايوجينيك جينيريتد ان هارت، في عضله القلب. نوت نيرفس، لو قطعت السمباتاتيك والبارا قطعت كل الاعصاب اللي جايه الهارت، الاربعه موجودين، يبقى هم نوت نيرفس، لا يعتمدوا على الاعصاب. الاعصاب بس تنظمهم، تزود تبطئ، انما ما تعملهمش. فخصائص القلب كلها مايوجينيك. فتاني خاصيه كانت قلنا ريذميستي او الاوتوماتيستي، وفهمتها لك ان الهارت ايبل انه يطلع الاكشن بوتنشال اوتوماتيك وبصوره ريذميك، يعني بتلقائيه منتظمه. كلمتين، تلقائيه يبقى اوتوماتيستي، ومنتظمه يبقى ريذميستي، بسبب وجود، قولهم بقى معايا، الاس اي نوت والاي في نوت. طيب والثالثه، الثالثه مش اذا باظوا الاثنين دول، اللي هو الايديو فنتريكولاريزم او البركنجي فايبرز، واتكلمنا بطلاقه عليها، وقلنا ليه ربنا اختار الاس اي نوت والاي في نوت هما اثنين في الرايت اتريوم، وتقول موقعهم. ادي اول نقطه. تاني نقطة، دي 105 دي 60. تالت نقطة، دي سبلايد بالرايت فيجاس، دي سبلايد بالليفت فيجاس. أسئلة ام اس كيو. طيب هنا يبقى مين اللي شغال نورمال اس نود؟ طب الاي في نود ربنا مش عامل اجاست احتياطي قاعدة تتفرج طول العمر؟ لا، هي الاونلي الكتريكال كونكشن بتوين ايتر اند فنت، دي الوظيفة الأساسية ليها، ونشوف هتعمل إيه، هتعمل عملة جميلة قوي دلوقتي. طب تالت اوتوماتيك سيلز اللي هي البركنجي فايبرز، انه اذا ما وصلتش الكهرباء تشتغل البركنجي فايبر. طب ربنا برضو عايزها تلعب؟ لا، البركنجي فايبر عندها وظيفه ثانيه، انها بتكوندكت الكهرباء. كل واحد قاعد احتياطي، غير انه احتياطي عنده وظيفه. الاي بي نود غير انها احتياطي، هي ذا اونلي الكتريكال كونكشن بتوين اتريا اند فنتكل. طب البركنجي غير انها احتياطي، لو الكهرباء ما وصلتش بتكوندكت الكهرباء في الفنتيكولار ماسل، زي ما هنشوف. شوف العظمه الالهيه. تعالى بقى ناخد الاكشن بوتنشال الثاني والاخير في الكاردياك ماسل. ما هو الكاردياك ماسل فيها نوعين من الاكشن بوتنشال، يا اكشن بوتنشال بتاع اتريا وفنتريكل اللي هو الاورديناري كاردياك ماسل اللي بتعمل انقباض، اللي هي النون بيس ميكر اللي هي الفاست ريسبونس، يا اكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر اللي هم الاس اي نود والاي في نود، اللي هم بيسموه بيس ميكر بوتنشال، وبيبقى بطيء، سلو ريسبونس اكشن بوتنشال. عشان ساعات يقول لك سلو ريسبونس يبقى هو عايزه بتاع البيس ميكر، فاست ريسبونس يبقى هو عايزه بتاع الاتريال فنتريكل. وده اللي استعجبت في بعض الكتب في بلادنا العربيه وهنا حتى، بس هنا قليل قوي يعملوا الحاجات الغريبه دي. يبتدوا قلب شرح الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر، فيقول لك ده فيز اربعه، وانت مش فاهم، الله، طب فين واحد اثنين ثلاثه؟ وبعدين ايه بعد اربعه يجي فيز زيرو،
وبعد فيز زيرو يجي تاتا يقول لك هنبقى نعرف. الله طب هنعرف الاول، عشان كده عمري ما عملت الحاجات الغريبه دي، ما بعملهاش ابدا، عمري ما شرحت بهذه الطريقه اللي من اول دقيقه يعني تفقد الطلبه ثقتهم في استاذهم. لازم اشرح لك الاول، بعدين نيجي للبيس ميكر ده تفهم ليه هم ده فيز 4 وده فيز 0 وده فيز 3. الاول هفهمك، هننظر في الخلق ليه، ايه الفكره اللي عاملها ربنا. الاول انسى دي خالص، تعال اتفرج معايا في متعه انه وراء الخلق خالق. بص معايا، ده الاكشن بوتنشال الاساسي اهو، او تعال نحطها كده وانا احرك الكاميرا احسن. ده الاكشن بوتنشال الاساسي اللي هو بتاع النون بيس ميكر، اللي هو الفاست ريسبونس. وفاهم ليه فاست؟ لان الديبولاريزيشن فاست. وده النون بيس ميكر بتاع الفنتريكل وبتاع الاتريا، خلاص، اللي هو بيتكون من خمسه فيزز، زيرو ديبولاريزيشن، 1 2 3 4 ديسندنج ليم ريبولاريزيشن بوتاسيوم. طيب تعالى بص الناحيه الثانيه، ده شكل الاكشن بوتنشال بتاع الاس ان ام، خلاص شايف الديبولاريزيشن بطيئه ازاي؟ يعني لما تقارنها بهناك حضرتك مش قادر اجيبهم هما الاثنين في صوره واحده اهي، بس عندك يعني تقدر تحطها في الذاكره، دي سريعه قوي، انما دي بطيئه قوي، عشان كده سموها سلو ريسبونس بتاع البيس ميكر. انا عاوزك يعني تدقق معايا، وانا هحاول امسك الكاميرا كده عشان اجيبهم الاثنين مع بعض اهو. بص كويس للرسمتين، ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر الاس انود وبتاع الاترا والفنتريكل؟ طالب ركز، قال لي غيبت الخطوط الافقيه، مفيش ولا خط افقي، هناك كان في خطين، يوجد خطان افقيان، ممكن تحددهم لي؟ اثنين اللي هو البلاتو، واربعه اللي هو الريستنج ممبر بوتنشال. الاكشن بوتنشال هنا ما فيهوش بلاتو، ديبولاريزيشن بيجي وراها ريبولاريزيشن على طول، وما فيهوش ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال. فحفظتها لاجيال بس بفهم بعد ثانيه، انه مفيش خطوط افقيه في الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر، لا في بلاتو ولا في ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال. طيب عاوز اقنعك انه وراء الخلق خالق، انا يعني فهمتها لاجيال ان البلاتو في خدمه السيستول، صح؟ البلاتو في خدمه السيستول، طول ما في بلاتو في كالسيوم بيدخل من ال تايب اللونج لاستنج كالسيوم شانل في سيستول، ده اول حاجه، يبقى بيبرونج السيستول وبيبرونج الابسولوت ريفاكتوري بيريود، عشان طول ما في سيستول يبقى في ابسولوت ريفاكتوري بيريود فما يحصلش تيتانوس. طيب سؤال من اهم الاسئله مش مركزين عليه في كثير من الكتب عندنا وهنا برضه، طب هو ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال بتاع الفنتكل وبتاع الاتريا؟ ممكن تبص على رسمتين. ذا اونلي ديفرنس ان في الفنتكل لونج بلاتو ممكن يوصل لحد 300 ملي سكند البلاتو ده، انما في الاتريا شورت بلاتو من 100 ل 150 ملي سكند. انا مش عاوزك تحفظ ارقام بس تبقى عارف لي ده لونج وده شورت. ليه؟ افهم الانقباض بتاع الفنتكل، الفنتكل ده بيضخ الدم بيلف في السيركوليشن كلها ويرجع تاني، فبياخد وقت طويل، فلونج كونتراكشن يبقى عاوز لونج بلاتو، عاوز كلسم لمده طويله عشان يعمل الكونتراكشن ده، يبقى في الفنتركل اللونج كونتراكشن عاوز لونج بلاتو، بينما الاترا ما بينقبض بيضخ الدم من الاترا للفنتركل، يعني مسافه صغيره جدا، فهنا الكونتراكشن شورت وعليه شورت بلاتو، عاوزين كلسم فتره قليله. يبقى سؤال من احلى الاسئله بيسالوه هنا، طب هما الاثنين نفس الشكل الفنتركل والاترا، هل هما بالظبط؟ لا، البلاتو في خدمه السيستول، اللي عنده لونج سيستول لانه بيلف الدم في كل سيركوليشن لونج كونتراكشن يبقى عاوز فتره طويله يجي له كالسيوم عشان يكونتراكت يبقى لونج بلاتو، انما اللي عنده شورت كونتراكشن يبقى شورت بلاتو. طيب بالله عليك جاوب السؤال ده، هل وظيفه الاس اي نود والاي في نود ان ينقبض ويضخ دم، ولا ان هم يطلعوا سبونتينيوس اكشن بوتنشال؟ اختار الاجابه الصحيحه، وظيفه الاس ان نود والاي في نود انهم ينقبضوا، هما ماسل فايبر برضه،
يعني عندها كونتراكتايل باور، يعني ماسل فايبر اه عندها ديفينيت كونتراكتايل باور. انما هل وظيفه الاس نود الايبي نود اساسا هما ينقبضوا ويضخوا دم ولا يطلعوا سبونتينيوس اكشن بوتنشلز؟ اخترت الاجابه، هما دول بيس ميكر، وظيفتهم يطلعوا اكشن بوتنشال بتلقائيه وبانتظام، وبالتالي يبقى مش وظيفتهم كونتراكشن، وبالتالي يبقى مش عاوزين بلاتو. او هنا ساعات يقول لك فيري فيري شورت بلاتو، الاثنين صح، يا نو بلاتو يا شورت بلاتو. خلينا في نو بلاتو اسف. هقولها بقى بالجمله الخالده، البلاتو في خدمه السيستول في الفنتريكل لونج سيستول لونج بلاتو، في الاتريا شورت سيستول شورت بلاتو، في البيس ميكر نو سيستول نو بلاتو. بس فهمنا ليه مفيش بلاتو، مش حفظنا. في الفنتريكل لونج سيستول لونج بلاتو، الاتريا شورت سيستول شورت بلاتو، في الاس نود والاي بي نود نو سيستول نو بلاتو. ايه العظمه دي؟ طيب ما هي وظيفه الاس نود والاي بي نود؟ انت قلت لنا يطلعوا سبونتينيوس اكشن بوتنشال وبالطريقه ريزميك، سبونتينيوس ريزميك اكشن بوتنشال. طب بالله عليك بص على الرسمه اللي قصادك دي، عشان نطلع اكشن بوتنشال لازم الريستنج ممبر بوتنشال يوصل لمين؟ للفايرنج ليفل. طيب يبقى عشان يوصل، لو كان الريستنج ممبر بوتنشال بتاع الاس نود والاي في نود زي بتاع الاترا والفنتكل كده خط افقي، وهنا الفايرنج ليفل، لقضينا العمر كله دون ان يتولد سنجل اكشن بوتنشال. خلاص، فعشان كده ربنا خلى الريستنج ممبر بوتنشال بتاع الاس نود والاي في نود مش خط افقي، ان ستيبل اهو، بص بيتغير اهو سبونتينيوسلي، بوم بوم فايرنج ليفل، طلع اكشن بوتنشال، فايرنج ليفل فايرنج ليفل فايرنج ليفل فايرنج ليفل، اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن. ما ينفعش يبقى خط افقي، ما ينفعش يبقى ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال. هي وظيفه الاس نود والاي نود انها تطلع الاكشن بوتنشال سبونتينيوس، يبقى كان لازم توصل الفايرنج ليفل بتلقائيه سبونتينيوس اند ريزميك، فتتولد الاكشن بوتنشال بصوره سبونتينيوس اند ريزميك، فالهارت يشتغل سبونتينيوس اند ريزميك. عارف دي سموها ايه يا ولاد بقى؟ ان هو ما عندوش ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال، وبدلها ايه؟ ان ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال سموها بري بوتنشال، يعني قبل الاكشن بوتنشال. يبقى ايه احلى حاجه في الاكشن بوتنشال بتاع الاس نود والاي بي نود؟ هي في الحته دي البري بوتنشال، مقدره الاس نود والاي بي نود ان تصل الريستنج ممبر بوتنشال بتاعهم ان ستيبل، يوصل الفايرنج ليفل سبونتينيوس، فالهارت يشتغل سبونتينيوسلي اند ريزميكلي. ايه الروعه دي؟ فسموها بري بوتنشال، بري بوتنشال يعني ما قبل الاكشن بوتنشال. انا بقولها بجمله لن تنسوها ما حييتوا يا اولاد، ما حييتوا لن تنسوها باذن الله. بص لي طبعا يبقى فهمت، ده الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر، مفيش خط افقي، نو سيستول نو بلاتو، مفيش بلاتو فوق. طب وفين تاني خط افقي اختفى؟ مفيش ريستنج ممبرين بوتنشال ستيبل، بدلها في ان ستيبل ريستنج ممبرين بوتنشال، اللي هو نسميه ايه؟ اهي اهم حاجه بري بوتنشال. فانا بقول كانوا بيحفظونا واحنا اطفال، لولاك يا امي ما كان ميلادي. ما عنديش ام ما كنتش هتولد. انا بقى بقولها يعني بكمل اغنيه بقول لولاك يا امي ما كان ميلادي، ولولا البري بوتنشال ما كانت حياتي، كانش عمر الهارت هيشتغل لوحده وبالتالي مفيش حياه. كما انه لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا البري بوتنشال ما كانت حياتي. ما هو البري بوتنشال ده؟ اسمع بقى، فتح ودنك وانظر في خلق الخالق، ان الريستنج ممبر بوتنشال بتاع الاس نود والاي في نود ان ستيبل بيتغير، فقادر على الوصول للفايرنج ليفل بصوره تلقائيه ومنتظمه،
فأدى إلى أن الأكشن بوتنشلز في الهارت بتتولد بصورة تلقائية أوتوماتيستي ومنتظمة رزميستي، فأدى إلى أن قلبك وقلبك وقلبي بيشتغل بصورة أوتوماتيكية ومنتظمة، فكانت الحياة. فأنا عاوزك تحب هذا البري بوتنشل، تعشقه في الخلق الإلهي. إنها الريستنج ممبرين بوتنشل بتاعه مش ستيبل، انستيبل، بيخليه عنده مقدرة إن يصل إلى الفارغ ليفل بصورة تلقائية ومنتظمة، فتتولد الأكشن بوتنشل بصورة تلقائية ومنتظمة، فيشتغل الهارت بانتظام وبتلقائية. الحياة مرتبطة بالبري بوتنشل، كما أنه لولاك يا أمي ما كان البري بوتنشل، ما كان ولادي، آسف، لولا البري بوتنشل ما كانت حياتي. تاني أولى، كما أنه لولاك يا أمي ما كان ميلادي، لولا البري بوتنشل ما كانت حياتي. ما تنساش. يبقى أحلى حاجة في الأكشن بوتنشل بتاع النون بيس ميكر كان البلاتو. فاكر لما شرحناه لونج كونتراكشن لونج بلاتو، شورت كونتراكشن شورت بلاتو، هو اللي بيحمل السيستول عشان يمنع التيترس. كانت أحلى حاجة كده في الأكشن بوتنشل بلاتو. هنا أحلى حاجة هي البري بوتنشل. يبقى عارفها كويس. طب نقطة تاني برضو، تأمل خاص لعبد الله مش هيقوله لك ناس كتير، حتى الأرقام مادة للتأمل. يعني هذا البري بوتنشال هيصل الفارينج ليفل اللي هو هنا ناقص 60 بصورة تلقائية ومنتظمة ومدى الحياة. يبقى تفتكر نقربه ولا نبعده على الفارينج ليفل؟ نقربه من الفارينج ليفل. عشان كده مكتوبة خطأ يا أولاد هصلحها حالا. بنبتدي من عند ناقص 60 وننتهي عند ناقص 40. يبقى نبتدي عند ناقص 60 والفارينج ليفل عند ناقص 40، يبقى الفرق بس 20. معلش انا اسف لان الرسومات تعمل في عجبه، لكن احنا مع بعض نصلح اي حاجه مش عاجبه اهي. يبقى الفرق 20 بس، قريبين جدا من الفارينج ليفل، بادئين مش من عند ناقص 90، الفارينج ليفل بتاع 40، فمش هنبتدي من عند ناقص 90، بنبتدي من ناقص 60 بدايه الاكشن بوتنشال، مش زي ناقص 90 هناك، لان الفارينج ليفل بتاعنا عند ناقص 40. تبقى عارف؟ يبقى في حاجتين، البري بوتنشال واللي التسهيل عليه احنا بادئين من ناقص 60. دي تاخد بالك منها وانت بتكتب الارقام، كان هناك ناقص 90، طب هنا كام؟ ده هو بيروح الفارينج ليفل يعني من 70 ل 75 مره في الدقيقه في الوضع الطبيعي، يبقى لازم نقربه خالص ناقص 60. طيب خد بالك بقى، نيجي الحاجة، يبقى البري بوتنشال ده كان مفروض يبقى ايه؟ كان مفروض يبقى ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال، بس هو انستيبل. اللي هو كان فيز كام هناك؟ فاكر الريستنج ممبر بوتنشال كان فيز كام؟ اهو اوريه لك في عجاله. كان فيز 4 اهو. الريستنج ممبر بوتنشال اهو كان فيز 4. عشان كده ده اعتبرناه فيز 4 اهي. يبقى فهمت ليه بدأ وهنا بقى في فيز 4؟ تبقى فاهم. طيب الديبولاريزيشن بيمثله ايه؟ في الزيرو. طب هنا عشان كده زيرو. طب بعد كده في الايرلي سمول رابيد ريبولاريزيشن فيز 1، وبعديه بلاتو فيز 2، وبعدين الريبولاريزيشن الحقيقي فيز 3. عشان كده دي فيز 3. بالله عليك انت اشهد وانت شاهد امين، ينفع اجي لطالب اول مره قبل ما اشرح له الاكشن بوتنشال اللي هناك واقول له 0 1 2 3 4 اجي اصده كده في اول محاضره اقول له بص يا بابا ده بقى هنسميه فيز 4 وده هنسميه فيز 0 وبعدين هنا ده هنسميه فيز 3؟ في حاجتين يلخبطوا الطالب. اولا فين 1 و2 و5؟ واحد فين 1 و2 اساسا؟ اسف، والترتيبه نفسها يعني انت اخترت 3 فيزس من 5، ما فين 1 و2؟ ثم ليه مرتبهم 4 0 3؟ اديك دلوقتي بس فهمت. بيزد على الاكشن بوتنشال الاساسي، فالشرح الجميل يا اولاد لازم نشرح الاساس وننتقل منه لده، فتبقى فاهم. الريستنج ممبر بوتنشال كان المفروض يبقى فيز 4، هنا انستيبل، بس الريستنج ممبر بوتنشال انستيبل هو احلى حاجه اللي هو البري بوتنشال فيز 4. الديبولاريزيشن كان فيز 0، هنا فيز 0. اهم فيز في ريبولاريزيشن كان فيز 3، اهو فيز 3، اوريهم لك تاني اهي. اهي كده، ده فيز 4 اللي هو الريستنج بداله فيه بري بوتنشال اهي،
ده بدل ده. وبعدين هنا الديبولاريزيشن اللي هو فيز زيرو هيبقى هنا فيز زيرو بتاع الديبولاريزيشن. وبعدين فيز 3 اللي هو المين ريبولاريزيشن يبقى هنا فيز 3 كده. يبقى فهمنا. مش بستغرب الناس دي بتشرح ازاي والطلبه قاعده ساكته ازاي، يعني ما حدش بيعترض ايه اللي بيتقال ده. دلوقتي انت فاهم القصه. ده بقى اسهل كتير يا اولاد جدا من الاكشن بوتنشال بتاع النون بيس ميكر بتاع الايتر والفنتكل اللي هو الفاست ريسبونس. طيب قلنا ايه احلى حاجه فيه؟ هي البري بوتنشال. فنعرف ما هي البري بوتنشال دي. Spontaneous gradual depolarization. اهو ديفينتلي الهارت بيعملها بتلقائيه spontaneous وبصوره تدريجيه gradual depolarization، لانها جزء من الاسندنج ليم. الاسندنج ليم ده بيمثل ايه يا اولاد؟ الديبولاريزيشن. اذا فهي ديبولاريزيشن يحدث بصوره تلقائيه ومتدرجه. يبقى بص الرسمه وانت تعرف الديفينيشن، هل هي جزء من الاسندنج ولا جزء من الديسندنج؟ هي جزء من الاسندنج لان هي بتوصلني للفارج ليفل بتاع الاسندنج. يبقى هي عباره عن اهم كلمه ديبولاريزيشن، بيحدث بتلقائيه سبونتينيوس، دي اهم حاجه بتلقائيه وجراديوال. طب في تعريف تاني بيجي في الام اس كيو مهم جدا، يقول لك it is spontaneous، اهم حاجه تلقائيه spontaneous. طيب هل هي الجزء اللي سلو ولا الجزء الرابيد نسبيا في الديبولاريزيشن؟ هل هي الجزء الابطا ولا الجزء الاسرع؟ الجزء الابطا. يبقى هي spontaneous slow depolarization. طب النقطه اللي صعبه بقى، هي ليه بتحدث في السيستول ولا في الداستول؟ دي بص تفهمها في ثانيه. الهارت لازم يتكهرب ثم ينقبض، يتكهرب بعدين يعمل سيستول. يبقى فكر معايا، يبقى الكهرباء بتحصل قبل السيستول، يبقى حصل في فتره الداستول. يعني هو الكهرب حصلت الكهرب وبعدين عمل سيستول، يبقى ما حصلت كان هو في وضع ايه؟ في وضع داستول. يبقى تي سبونتينيوس سلو داستوليك ديبولاريزيشن. هنا مع بعض بنفهم كل كلمه ما بنحفظ. ديفينتلي هي سبونتينيوس، دي اهم كلمه، هي الجزء اللي سلو في الاسندنج ليم نسبيا، بتحصل قبل السيستول، لازم الهارت يتكهرب وبعدين يحصل سيستول، يبقى حصل في الداستول. يبقى spontaneous slow diastolic depolarization. سببها ايه؟ هنا الايونيك بيز السهله خالص خالص. اول فيز اللي هو البري بوتنشال يعني في صعوبه نسبيه، انه هنقسم المشوار من ناقص 60 لناقص 40 الى حاجتين، ناقص 50 حتى حلو، يعني 10 و10، ناقص 60 عاوزين نوصل ناقص 40، حط ناقص 50 في النص. اول 10 دول بسبب دخول الصوديوم، ال10 اللي بعدهم بسبب الكالسيوم. طالب قال لي انا ممكن اخبطه، قلت له تبقى عبيط. قال لي ليه؟ هو مين اسرع الصوديوم ولا الكالسيوم؟ فكر كده، قلتها 100 مره. قال لي انت مليون مره قلت الصوديوم اسرع، خلاص يبقى الصوديوم ابتدي لان هو الاسرع، وبعدين نكمل بالكالسيوم. بس في نقط بقى للاوائل. يبقى بنبتدي من ماينس 60 لماينس 50 بالصوديوم انفلكس، من ماينس 50 لماينس 40 بالكالسيوم انفلكس، وترتيب منطقي للي فاهم، للي فاهم وما اقله. هنا يقول لك بقى ان الكالسيوم الصوديوم اللي بيدخل ده من خلال تشانلز الكرنت اللي فيها اسمه فاني كرنت، مضحك. فاني يعني مضحك. تسال الزميل الفاضل هي ليه فاني، يقول لك هي فاني كده، ما تبص لها تروح ضاحك كده، يعني تنتبك نوبه من الهبل والعبط وتضحك. مفيش كلام زي كده يا ولاد. Why it's called funny؟ ما عليكش بس هقول لك. Normally الصوديوم والبوتاسيوم في كل الجسم ينطبق عليهم مقولة عادل إمام، خلف الله خليفة خلف خلاف المحامي. يعني الصوديوم عامل influx يدخل، البوتاسيوم بيحب influx يخرج. الصوديوم يعمل depolarization، البوتاسيوم يعمل repolarization. الصوديوم يعمل ascending limb، البوتاسيوم يعمل descending limb. صح؟ ده في كل الجسم الا هنا بقى. ان التشالنج دي يا اولاد نون سبيسيفيك، مصلحتها ان احنا ندخل بوزيتيف عشان نعمل ديبولاريزيشن. في ديبولاريزيشن بيبقى جوه بوزيتيف بره نيجاتيف، فبين اي بوزيتيف يتفضل يدخل. ففي الحته دي بتدخل صوديوم وكالسيوم، واسف وبوتاسيوم، صوديوم وبوتاسيوم، صوديوم وبوتاسيوم، فبقت حاجه ظاهره فيري فاني.
مش لم الشامع المغربي، ده الكالس البوتاسيوم ده عكس الصوديوم، فهالشانل دي بتدخل صوديوم وبوتاسيوم، صوديوم وبوتاسيوم، عشان كده سموه فاني كارنت، مش عشان لما تشوفه تضحك زي الاهبل، لانه نون سبيسيفيك. اه بيدخل في الاغلب صوديوم، لكن لاول مره لا لا البوتاسيوم داخل مع الصوديوم، ايه الكلام ده؟ ده طول عمره الصوديوم داخل البوتاسيوم خارج، لا دول داخلين مع بعض، فسميها فاني كارنت. طيب من ناقص 50 لناقص 40 اللي هو الفايرنج ليفل، هنكمل بقى بالحاجه الابطا، ابتدينا بالاسرع اللي هو الصوديوم وانتهينا بالابطا اللي هو الكالسيوم، بس خد بالك الكالسيوم منها يشتغل حته صغيره قوي قوي، فعشان كده اسمه تي تايب كالسيوم شانل، وتي اختصار ترانزيانت يعني مؤقت، لانه من ناقص 50 لناقص 40. يبقى الايونيك بيزز بتاعت البري بوتنشال مهمه جدا جدا، هتقسمها من ناقص 60 ناقص 50 وناقص 50 ناقص 40، وقلت ما تنساش الملحوظه ان البدايه ناقص 60 ليه؟ عشان نبقى قريبين من الفايرنج ليفل، دي ما قلتها على الماشي كده، ما بنبداش من ناقص 90 للاوائل، كل حاجه فاهمينها فبيكتبوا صح، من ناقص 60 ناقص 40 قربنا خالص فايرنج ليفل، عشان احنا عاوزين نوصله بتلقائيه، فنسهل على الامر على انفسنا او ربنا سبحانه الله يسهله علينا. طب ابتدي بصوديوم ولا بكالسيوم؟ شوف الناس اللي فاهمه، انا سامعكم على فكره بالامانه، حاسس بيكم. طالب اللي فاهم يقول لي طبعا تبتدي بالصوديوم. ليه؟ لان الصوديوم اسرع من الكالسيوم. فقال لي يبقى الاول صوديوم بعدين كالسيوم، اول 10 بالصوديوم بعدين بالكالسيوم. طب الصوديوم الكرنت اسمه ايه؟ فاني كرنت. ليه؟ عشان مش بتضحك زي الاهبل. عشان هو فاني. فاني من حيث انه بيدخل صوديوم، افتح ودنك و خلف الله خليف، ومعاه بوتاسيوم، فبقى فاني. ليه؟ ان انا عاوز اعمل الديبولاريزيشن باكبر قوه ممكنه، اي ايون بوزيتيف يدخل، فسموه فاني. ثم نكمل بصوره مؤقته بالكالسيوم من خلال شانل مؤقته ترانزيت، مؤقت ترانزيت تايب. طيب نبتدي بقى ايه الاب ستروك ده اللي هو لاحظنا ان هو سلو اب ستروك، يحصل ازاي؟ خد بالك بقى هنا الصعوبه الوحيده في الاكشن تنشن بتاع اس نود، انك انت عشان تنتقل من فيز لفيز لازم توقف القوه بتاعه الفيز الاولاني وتبتدي الفيز الثاني، فيحصل ان اكتيفيشن للصوديوم شانل والتي تايب كالسيوم شانل، واكتيفيشن اوف الشانل الاهم بقى اللي هو الكالسيوم شانل اللي هي لونج لاستنج تايب، يبقى والكالسيوم عموما بطيء، فعشان كده الدي بولاريزيشن بتاع البيس ميكر بيتميز بالبطء مقارنه بهناك كان في صوديوم سريع، عشان كده سميناها سلو ريسبونس اكشن تنشن. حتى انا اشوف الالوان الصفراء هتطلع جابوا منين كلمه سلو؟ ليه سلو ريسبونس؟ لان هنا الدي بولاريزيشن سببه، ابقى ارجع للصور اللي هناك هتلاقي ان انا حاطط لك رابيد وكان في صوديوم، انما هنا سلو لانها بالكالسيوم اساسا. ال تايب قلت لك ان ال تايب شانلز هي الاكثر 5 مرات والاوسع من الترانزيانت شانلز، والاهم ان كل الادويه لما بنقول كالسيوم شانل بلوكرز بنتكلم على ال ال تايب مش الترانزيانت تايب. اه في نوعين من الكالسيوم شانلز في الهارت، بس في ال تايب ثم ال تايب ثم ال تايب ثم ال تايب ثم ال تايب 5 تايم اهو ثم ترانزيانت. ايه سبب بقى الريبولاريزيشن؟ سهل خالص هيد ريبولاريزيشن، ان سببها زي هناك عادي نوقف قوى الديبولاريزيشن، يبقى ان اكتيفيشن اوف ال تايب كالسيوم شانل واكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل، اللي هو مين بقى اللي بتشتغل بعد الكالسيوم؟ اللي هو ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. عشان نبدا اكشن بوتنشال جديد نوقف الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، ما احنا قلنا هي بتقفل نورمالي خلاص لان هي ديليد بتقفل بعد شويه، ونبتدي بقى تاني القصه دي. يبقى ايه بقى الطالب الاوائل ان في الثلاثه فيزز كل فيز تقول اسبابه، طب والفيز اللي بعديه يحصل لما توقف اللي قبله وتشتغل بحاجه تانية؟ واسهل اونيك بيزز، اصعب حته بتاعه البري بوتنشال فيها اتنين، توقفهم تبتدي الكالسيوم، توقفه تبتدي البوتاسيوم، توقفه ترجع للاتنين تاني.
حلوة سهلة جميلة بسيطة. تاني يبقى بماذا يتميز البيس ميكر بوتنشال او السلو ريسبونس اكشن بوتنشال او البيس ميكر بتاع الاس انود والاي نود؟ يعني ثلاث طرق الاسئله. بيس ميكر بوتنشال هي بتاعه الاس انود والاي نود لان هم دول البيس ميكر، هي السلو ريسبونس. عارف بضيع وقت طويل يا اولاد في راس السؤال، لان ساعات الطالب عارف يبقى حافظ بس مش فاهم السؤال، عارفه بس ما فهمش هو كان عاوز انهي اكشن بوتنشال. فانا بعيشك معاه بماذا يتميز حاجه بيننا وبين بعض كده لعبد الله، ان نو بلاتو مفيش ولا خط افقي، ما فيش بلاتو وما فيش ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال. انا اسف لازم اكتبها، مش نو ريستنج ممبر بوتنشال، نو ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال، فيش ولا خط افقي، دي هوامش كده بيننا وبين بعض، نو ستيبل ريستنج ممبر بوتنشال. وشرحتها لك في الاول بيننا وبين بعض، البلاتو في خدمه السيستول، في الفنتريكل لونج سيستول لونج بلاتو، في الاتريا شورت سيستول شورت بلاتو. طب في الاس انود والاي نود مش وظيفته يضخوا دم؟ نو سيستول نو بلاتو. امال وظيفتهم ايه؟ يطلعوا الاكشن بوتنشال بصوره تلقائيه ومنتظمه. يبقى لازم يصلوا للفايرنج ليفل بصوره تلقائيه ومنتظمه. يبقى ما ينفعش لو ستيبل عمرهم ما يوصلوا، لازم يتغير او يتغير يتغير عشان يوصل الفايرنج ليفل لوحده. يبقى unstable resting member potential. حتى ما يجيلك في الام اس كيو، هل البري بوتنشال ده unstable resting member potential؟ تعريف ثالث او بعض الكتب هنا مش عندنا. طبعا هو unstable resting member potential. يبقى اول تعريف قلناه لازم كلمه spontaneous gradual depolarization. او طب هو الجزء السلو الاثنين سلو بس ده ابطا، يبقى spontaneous slow depolarization بيسبق السيستول، يبقى في فترة الدياستول spontaneous slow diastolic depolarization أو unstable resting membrane potential. بعديه بعد كده الابستروك اللي هو بقى phase 0 اللي هو depolarization slow، وبعدين depolarization هو phase 3. وفاهم بقى ليه 4 و 0 و 3 مش العبط يا بقى؟ ما فيش محاضرات أنا أي شيء من العبط، لأني بكلم ناس عقلاء عمرهم معني مش سامعهم. الدكتور ده بيقول ايه؟ ما بيشرحش ليه؟ هو جاي يقرا معانا؟ ايه الكلام ده؟ انا بستعجب لما ارفعوا ايديكم يا اولاد في المحاضرات زي هنا، انا قلت الكلام ده هنا مش هيسيبوني، ده تاني يوم في اول طرح يحطوني. ايه الكلام اللي بتقوله للطلبه؟ لا مش تفهمهم؟ ايه اربعه؟ قلت لهم بعدين، بعدين ايه؟ الكلام ده. قول لي حاجه، اي حاجه على راي عبد الحليم حافظ، اي حاجه نقولها. قول لي الاونيك بيزس تاني. انا اوعى تقول اللي انا كاتبه اللي شايفه، لا اللي قلته ان كل فيز تعمل ان اكتيفيشن اللي قبلها وتشغل اللي بعدها. بس انا مش عاوز ازود الكلام قوي. يبقى اول فيز هو اصعب واحد، حاجتين صوديوم وكالسيوم. تبتدي بمين؟ طالب فاهم قال انت قلت صوديوم اسهل، صوديوم ثم الكالسيوم. هنا بقى اسم الكرنت والتشانل. الصوديوم اسمه فاني كرنت، وانتوا فاهمين ليه فاني؟ لانه صوديوم ومعاه عدو اللدود خلف الله خليفه خلف خلاف المحامي بوتاسيوم، بس اساسا صوديوم. ده من ناقص 60 لناقص 50. ثم كالسيوم تي تايب ترانزيم تايب. توقف دول، اوعى تنسى توقف دول وتفتح ال ال تايب كالسيوم تشانل، يعمل لك السلو اب ستروك اللي خلانا نسميها سلو ريسبونس، انها بالكالسيوم مش بالصوديوم. لونج لاستنج. توقف الكالسيوم اللي طايب وبعدين تشغل البوتاسيوم الديليد ريكتيفاين بوتاسيوم تشانل، ده بيقفل وده بيفتح، يعمل لي الثيرد فيز. توقف الديليد ريكتيفاين بتبقى ان اكتيفيتد، يحصل البري بوتنشال. فيري ايزي. ده البيس ميكر بوتنشال. ادي دول التو اكشن بوتنشال بس في الهارت، هم اصعب تو اكشن بوتنشال في الجسم. واظن ما قصرنا، يعني قلناهم وكما ينبغي ان يتقالوا. اتمنى I hope I'm clear and I'm always clear. طيب نيجي سؤال تاني بقى قبل ما اقوله، عاوز اقول حاجه لطيفه قوي. نرجع تاني. يبقى قلنا كما لولاك يا امي ما كان ميلادي، لولا البري بوتنشال ما كانت حياتي. حلوه دي فاكرين. طب حاجه تاني مهمه للبري بوتنشال، بقول لك ايه اهميتها تاني؟ ان هي دي سبب. يبقى اول اهميه اللي بقول لك ايه الامبورتنس بتاع البري بوتنشال. انا بتخيل السؤال ده،
هتقول له هو هي الكوز اوف سبونتينيوس ريزميك اكشن بوتنشلز وعليه سبونتينيوس ريزميك كونتراكشن اوف ذا هارت. دي اهم وظيفه. هل في وظيفه ثانيه؟ اه السلوب يعني الانحدار بتاع الاكشن بتاع البري بوتنشل هو الذي يحدد الهارت ريت. ذا سلوب اوف بري بوتنشل ديتيرمينز ذا هارت ريت، يحدد الهارت ريت. رابيد سلوب يبقى رابيد هارت ريت انك هتوصل الفارينج ليفل اسرع، سلو سلوب هتوصله ابطا، يبقى الهارت ريت يبقى قليل. يبقى السلوب الانحدار بتاع البري بوتنشال هو اللي بيحدد الهارت ريت. وعليا هتخيل سؤال مش عندنا بس بيتسال هنا كتير جدا، طب انت قلت لنا ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال النون بيس ميكر بتاع الاترا والفنتريكل؟ احنا بس اللي عارفين دي ان ده لونج بلاتو ده شورت بلاتو، عشان هنا لونج كونتراكشن وهنا شورت كونتراكشن. في الفنتريكل لونج كونتراكشن يبقى لونج بلاتو، في الاترا شورت كونتراكشن شورت بلاتو. طب ما تقول لنا بالمره، طب ده الاكشن بوتنشال بتاع الاس انود وبتاع الايفي نود، ايه الفرق بين الاس انود والايفي نود؟ الاوائل هنا وهنا فقط تصنع الاوائل. هو مين اسرع يا اولاد؟ اس انود 105، طب والايفي نود 60. طب يبقى لازم البري بوتنشال بتاع الاس انود يبقى منحدر اكتر، مور سلوب، عشان يوصل للفارنج ليفل اسرع فيديني 105 في دقيقه. انما ده بص اقل انحدارا، سلو سلوب ليس سلوب، فيوصل فارنج ليفل بعد مده ابطا من الاس انود، فالاكشن بوتنشال تتاخر شويه، فما يبقوش 105 يبقوا 60 من الاوائل. قلت لنا ايه الفرق بين الاكشن بوتنشال بتاع الاترال فنتريكل؟ هما الاثنين اللي قلنا الميزه فيهم هما الاثنين اللي بيسميها ايه؟ فاست ريسبونس عشان صوديوم، انما دول سلو ريسبونس عشان كالسيوم. اللي طيب انما ايه الفرق بين الاس انود والايفي نود للاوائل؟ يعني دي اسرع من دي، يبقى دي السلوب بتاعها مور سلوب مور فاست، انما دي ليس سلوب سلو سلوب فتاخر، فالاكشن بوتنشال تاخر فالهارت ريت يبقى اقل. وانت طلعت بقى بحقيقه رائعه ان اللي بيحدد الهارت ريت هو السلوب اوف بري بوتنشال، تبقى عارف. طيب نيجي نقول الاتي يا ولاد، فاضل لي الصفحة ما قبل الأخيرة. Factors affecting rate of discharge of S anode، نفس السؤال ممكن يجي لنا. Factors affecting rhythmicity، أو بطريقة ثالثة Factors affecting heart rate، وانتوا فاهمينها دلوقتي. اللي هيسرع السلوب هيسرع الهارت ريت والعكس بالعكس. ده سؤال نظري مهم جدا. Factors affecting the rate of discharge of S anode وعليه the rate of rhythmicity وعليه the rate of heart rate. اول حاجه حاجات انتوا عارفينها ساعدوني بقى، هنقولها في عجاله. Autonomic nerves، في عندي sympathetic و parasympathetic. حضرتك من غير يعني معلومات ببلاش، مين بيسرع القلب؟ خدناها في الاوتونوميك، sympathetic، حتى قلنا سموه sympathetic عشان هو بتاع sympathy، لما بتشوف حد بتحبه ضربات قلبك بتزيد، عشان كده سموه sympathetic. يبقى السيمباثاتيك بيسرع ضربات القلب. اسراع القلب في الطب بيسموه تاكي كارديا، وانا ملونها لك ايه يعني قلب سريع، تاكي يعني سريع وكارديا يعني قلب. الصعبه بقى في الام اس كيو يقول لك ان السيمباثاتيك عشان بيسرع القلب سموه بوزيتيف كرونوتروبي. خلاص بوزيتيف كرونوتروبي او تروفيك افكت، هي الاثنين صح. بص معايا، لو ما فهمتهاش معايا عمرك ما انت فاهمها. لو زودت قوه انقباض القلب يسموا ده بوزيتيف اينوتروبيك. اينوتروبيك لو زودت عدد الضربات يعني سريع كده يسموها كرونوتروبيك. وده سؤال لوحده الطلبه بتلخبطوا، يعني مين فيهم قوه الانقباض ومين عدد الانقباضات، مين قوة الانقباض ومين عدد الانقباضات؟ مع العبد الله مش هتتلخبط عمرك، ليه؟ عشان بندرس ترمينولوجي. قلت آلهة القوة عند اليونانيين كانوا كثيرين. في آلهة قوة كتير عند اليونانيين. خدنا ثنين اللي هو إله قوة، ثنين، وقلنا الثنيا يعني ضعف، فاكر؟ ما الثنيا جريفيس. وثرومبو
ثرومبوأثينيا ضعف البليتلتس. في إله قوة تاني عند اليونانيين اسمه إينو، فبقت كلمة إينو مرتبطة بالقوة. بوزيتيف إينو يبقى زود القوة، نيجاتيف إينو يضعف قوة انقباض القلب. فهمناها إينو ده إله قوة، فيبقى إينو مرتبطة بالقوة. أمال كلمة كرونو ليه مرتبطة بالهارت ريت؟ علمتها لك بس علم في ولا بلاش عشان ما تزعلوش مني يصبح ناسي. يعني ايه كلمة كرونيك في اللغة؟ كرونيك ديزيز، كرونيك ديزيز، ديزيز يعني مرض، وكرونيك تبقى مرض مزمن. يبقى كرونيك معناها حاجة متعلقة بالزمن. حضرتك لما بتقيس الهارت ريت بتستخدم ايه؟ بتستخدم الساعة، صح؟ فعشان كده بقى كلمة كرونوتروبي يبقى حاجة مرتبطة بالزمن. مين في الهارت اللي لازم يبقى معاك ساعة وانت بتقيسه؟ الهارت ريت. فبقت بوزيتيف كرونوتروبي يعني يزود الهارت ريت، نيجاتيف كرونوتروبي نقص الهارت ريت. معايا؟ مفيش طالب لخبطهم، لان ما بنحفظ، لان فوق البيعه، البيعه كبيره قوي، الشيله تقيله قوي، في ترمينولوجي حاجات سايبها هو للتاريخ، هتقعد على اليوتيوب تعلم، مش الطلبه والماجستيرات والزملاء وكله. كيف تكون اخراج المحاضره؟ مش ان احنا نيجي نقرا، ما تقرا لوحدك في بيتكم، لازم في حاجه عند الشخص يقولها. واحده فوق البيعه الترمينولوجي. يبقى اينو قوه، يبقى بوزيتيف اينو يزود القوه، نيجاتيف اينو يضعف القوه. انما ايه اللي بقيسه بالساعه؟ الهارت ريت. يبقى بوزيتيف كرونتروبيك يزود هارت ريت اللي هو سمباثيتيك، نيجاتيف كرونتروبيك او كرونتروبي او تروفيك بنفس المعنى يقلل الهارت ريت. لان كلمه تروفيك معناها مغذي، يعني حاجه بتغذي الريت او تقلل الريت، تغذي القوه تقلل القوه. تروفيك، تروفيك او تروبي بنفس المعنى تقريبا، تقريبا بس مش هنضغط اكتر من كده. ميكانيزم. طيب حاجات كلها عارفينها، يلا كاني بنراجع اوتونوميك يا اولاد. السيمباثيتك بيطلع نور ادرينالين ولا ادرينالين؟ اوعى تغلط، ازعل جدا، نور ادرينالين او بنفس المعنى نور ابينفرين. وقلت لك اصل الكلمه، كلمه ادرينال جايه من كلمه جنب الكليه، اد يعني جنب الكليه، رينال او فوق النفرون تبقى ابي، ابي يعني فوق، ابينفرين ده اصل التسميه. انما ده بقى لا هو ادرينالين ولا هو نور ادرينالين ولا هو ابينفرين، عشان كده يسموه نور، نور من قاعده نايدر، نور، نور ادرينالين اللي هو النور ابينفرين. نوع ريسبتور على الهارت ايه؟ ده سؤال مشكله واحده ملوش دعوه بالسيركوليشن. قلت يا اولاد الهارت عليه بيتا 1، الادويه اللي بتشتغل على القلب اللي هتبقى مش فاهم، تبقى دكتور مش شاطر، بتشتغل على البيتا 1. اللي بتشتغل على بيتا 2 بتشتغل على التشيست. يبقى حافظهم في الطب كده، دوت اول تفتح البامفل بتاع الدواء، ده بتاع بيتا 1 يبقى حاجه متعلقه بالقلب، ده بتاع بيتا 2 حاجه متعلقه بالصدر. بنراجع اوتونوميك، قلنا البي بي بيتا انهي بي بي بيتوري وبتشتغل عن طريق السايكليك ام بي، فاكر البي بي بيتا بالسايكليك ام بي، ده مين؟ البيتا اهو بيزود سايكل ام بي. نراجع اوتونوميك ازاي بقى هيزود الهارت ريت؟ يبقى 100% هيزود السلوب بتاع فيس 4 لسه قايلينها، فتوصل الديبولاريزيشن اللي هو فيس 0 اسرع، يعني توصل الثريشولد اللي هيطلع فيه الاكشن بوتنشال ديبولاريزيشن فيس 0 اسرع ان شورتر تايم. كلام سهل جدا. ازاي؟ بانه البدايه كانت ايه يا اولاد؟ الفاني كارب، بيزود الفاني كارب، مش احنا كنا بنبتدي بالصوديوم فاني كارب؟ كلام اللي فاهم الرصه سهله جدا. يبقى الميكانيزم سمباثيتك بيطلع، اختار الاجابه الصحيحه، ده بامتحنك اوتونوميك دلوقتي مش سيركوليشن. نور ادرينالين ولا ادرينالين؟ اخنقك، نور ادرينالين او نور ابينفر. نوع ريسبتور على الهارت بيتا 1 ولا بيتا 2؟ اخنقك، بيتا 1 ريسبتور اللي هو البيتا 1 وال 2 بيشتغلوا ايه؟ بالسايكل ام بي، ده سؤال لوحده. بيعمل ايه السايكل ام بي؟ بيخلي الفاني كارنت اكتر، وبالتالي يخليه اكثر انحدارا، يزود السلوب بتاع فيز 4 اللي هو البري بوتنشال. فنصل للفارنج ليفل للديبولاريزيشن اللي هو فيز 0، يطلع الاكشن بوتنشال ان شورتر تايم، تو ريتش ذا ثريشولد اوف فيز 0 ان شورتر تايم. كلام مفهوم قوي. ساعدني بقى في البارا، مفروض ما ناخدش فيها دقيقه. بارا بتبقى طلع بتقلل الهارت ريت،
يبقى برادي كارديا، برادي يعني بطيء، قلب بطيء، او نيجاتيف كرونوتروبي، فاهمين؟ نيجاتيف بيقلل حاجه متعلقه بالزمن اللي هي الهارت ريت ميكانيزم. شوف احب النظام ايه يا اولاد، يعني لو خدتهم قصاد بعض تلاقي فيه مقارنه، هنا نور ادرينالين، هنا استايلكولين، ريسبتور هنا بيتا 1، هنا ماسكارينيك ريسبتور، واعدها تاني في الاوتونومي. في ثلاث انواع من العضلات، ثلاث انواع. السكيليتال عليها نيكوتينيك، عليها نيكوتينيك، انما الكارديك والسموس عليها ماسكارينيك. فيبقى ماسكارينيك يعمل العكس، هنا يزود السايكليك ام بي، هنا بينقص السايكليك ام بي، وعليه كامري ليست، يبقى هيقل الهارتين. بس في حاجه زياده بقى في حاله الايه الاستايلكولين، غير انه بيقلل الفاني كارنت، بياكتيفيت اسيتايل كولين بوتاسيوم شانلز، يعني شانلز بتشتغل بالاستايل كولين. بس انهي بوتاسيوم؟ البوتاسيوم المظبوط اللي هو بيعاكس الصوديوم اللي بيزود البوتاسيوم اي فلكس، فده يعاكس الفاني كارنت، يعاكسه، يقلل الفاني كارنت، وبالتالي يقلل السلوب بتاع فيز زيرو، خلاص، وبالتالي يبقى في هيقلل السلوب اسيد بتاع فيز فور، وبالتالي الوصول لفيز زيرو يبقى ابطا، فالهارت ريت يقل. اهي هنصلحه. يبقى في سببين هنا، بسبب واحد انه بيشتغل عادي بيقلل السايكليك ام بي فيقلل الفاني كارنت، وبعدين في سبب زياده بقى ان الاستايل كولين بتاكتيفيت بوتاسيوم اسيتايل كولين شانلز، دي بتزود البوتاسيوم اي فلكس، يبقى ده هيعكس الصوديوم، ده اي فلكس، اي فلكس يبقى هانتاجونايز الفاني كارنت، الحاجتين دول هانتاجونايز الفاني كارنت، يبقى السلوب بتاع فيز 4 يقل، وتكمل الليست بقى، يبقى ويريتش الثريشولد اللي هو الاكشن بوتنشال اللي هو فيز 0 ديبولاريزيشن في لونجر تايم، فالهارت ريت يقل. ده ازاي بيشتغل السمباثيتك والبارت. طيب نيجي نمره 2، كاتيكولامينز. مش عاوز اشرح كاتيكولامينز يعني مين. كاتيكولامينز قلت الاوائل ما هماش النور ادرينالين والادرينالين بس، ومعاهم الدوبامين. لما يقول لك كاتيكولامينز الطالب العادي يقول ادرينالين ونور ادرينالين، ابينفرين ونور ابينفرين بالطريقه الامريكانيه. لا، الاوائل يقولوا معاهم دوبامين، كل دول كاتيكولامينز، هيشتغلوا زي مين؟ زي السمباثيك. يبقى يعملوا تاكي يعني سريع كاردي، قلب سريع، بوزيتيف كرونوتروبي. نمره 3 بادي تمبرتشر، كل درجة تزود الهارت ريت 10 بيتس بير مينيت. وعليه معلومة طريفة، يقول لك حضرتك عارف ان الهارت ريت بتاعك 70 ولقيت نفسك سخن، تقدر تعرف حرارتك من غير ما تقيس الحرارة بالتقريب؟ اه طبعا، اشوف الهارت ريت، لو انا متأكد ان قلبي ديورينج ريست كان بيضرب 70، حطيت ايدي على البلس لقيته 100، يبقى زاد من 70 ل 100، زاد 30، كل 10 بدرجة يبقى حرارتي زادت 3 درجات، يبقى حرارتي مش 37، حرارتي 40، 37 و3 يبقى 40، أظن سهل. الدرجة بتزود 10 بيتس، وبالعكس ال 10 بيتس معناها الحرارة زادت درجة، 20 زادت درجتين، 30 زادت 3. اكسترا سيلر بوتاسيوم، خلاص. هنا الوضع كالاتي، لو نقص البوتاسيوم فده في الاكسترا فلويد، مش بنتكلم على حاجه، هيقلل البوتاسيوم كوندكتنس في الاس اي نود، خلاص. طب ده 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 مصلحه، يبقى هيزيد الهارت ريت، فيبقى السلوب اسرع لانه هنوصل فيز 4 اسرع عشان السلوب احسن ان شورتر تايم، والعكس بالعكس. اخر حاجه كالسيوم شانل بلوكينج دراجز، لو قلت العنين اللي عندهم هايبرتنشن ضغطهم عالي في عالمنا بياخدوا واحد من اربع ادويه، واحد قلناهم اللي هو الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتور اللي هو الاس انهيبيتور، خدنا في دواء تاني يقلل الضغط اللي هو كالسيوم شانل بلوكينج دراجز. بيقلل الضغط ازاي؟ بطريقتين، لانه بيقلل الهارت ريت اللي هو موضوعنا، وبيقلل قوه الانقباض، لان الكالسيوم مهم للانقباض، كونتراكتيلتي. طب لما الهارت يضخ
عدد اقل وبقوه اقل ضغط الدم الشرياني يحصل له يا اولاد؟ فكر يقل. مش كده واحد من اهم ادويه الضغط في العالم الكالسيوم شانل بلوكينج ايجنت. موضوعنا ايه تاثيره على الهارت ريت؟ ما تنساش احنا موضوعنا مش كونتراكتيل ثيرابي، بيقلل الهارت ريت، لكن انا بقول لك فوق البيعه كمان 100% دم هيقلل الكالسيوم من الداخل، يقلل الكونتراكتيلتي. لما الهارت عدد الضربات يقل وقوه الانقباضات تقل يبقى 100% اللي هو مش موضوعنا، بس عشان تفهم الادويه دي بنقولها لك ليه، يبقى يقلل الضغط. وهو واحد من اربع ادويه مشهوره في العالم بيقللوا الضغط، اللي هو نص الناس فوق سن 50 عندهم ضغط، و26% من الشباب عندهم ضغط. يعني ما بنتكلمش في حاجه اي كلام، يعني اكتر حاجه هتشوفها في عيادتك الهايبرتنشن. يبقى فاهم بيقفل انهي تشانل؟ قلتها لك مسبقا، ال تايب لونج لاستنج اللي هي خمس مرات عددا قد الترانزيت، واوسع واهم الادويه بتشتغل على اللونج لاستنج. ده الفاكتورز افكتنج الهارت ريت او ريزميستي او ريت اوف ديتشارج اس ان او. يبقى نقولهم في عجاله تاني. اول حاجه واهم حاجه اللي خدت الوقت اوتونوميك نيرفز، هقول واحده وانت تتخيل الثانيه. سيمباثيتك بيعمل ايه من الحياه؟ تاكي كاردي نسميها ايه؟ هتجيلك بقى السؤال، ساعات بيبقى سؤال داخل سؤال في الام اس كيو. بوزيتيف كرونتروبي، كرون يعني زمن، ايه الحاجه في الهارت اللي بتستخدم فيها الساعه؟ الهارت ريت. انما اينو القوه. وبعدين تشرح الميكانيزم، نور ادرينالين، نوع ريسبتور مش ادرينالين، ده سؤال ام اس كيو، على بيتا 1 على الهارت مش بيتا 2 ده على التشست. يزود سايكليك ام بي، ده بيتا 1 وبيتا 2 بيزودوا السايكليك ام بي، ده سؤال ثالث في الام اس كيو في الاوتونوميك. هنا بقى هيزودوا الفاني كارنت فيخلوا السلوب بتاع فيز 4 از اكتر، فنوصل الثريشول اللي هو الفايرنج ليفل اللي هنبتدي عنده الديبولايزيشن اللي هو فيز 0 ان شورتر تايم، فالهارت ريت يبقى اسهل. العكس في حاله البارا، بس في البارا هتضيف حاجه، انه بالاضافه لان الماسكارينيك ريسبتورز بتعكس بتنقص السايكليك ام بي، في حاجه تاني الاستايلكولين بياكتيفيت بوتاسيوم شانل اسمها بوتاسيوم استايلكولين شانلز. وادي اهو ثالث نوع من بوتاسيوم شانل ناخده، خدنا الانورد ريكتيفاينج في النير ورجعنا خدناه في الار تاني، خدنا الديلي ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل، وادي نوع ثالث بوتاسيوم استايلكولين شانلز. طب البوتاسيوم بيعاكس الصوديوم يبقى هيزود البوتاسيوم اي فلكس، يبقى هانتاجونايز الفاني كارنت، هيقلل السلوب بتاع فيز 4 فنوصل فيز زيرو في وقت اطول، الاكشن بوتنشال تبقى ابطا، الهارت ريت يبقى ابطا. وبعدين الاربعه التانيين كاتيكولامينز زي السمباثيتك، بودي تمبرتشر الدرجه ب 10 بيتس، الاكسترا سيلولار بوتاسيوم، والكالسيوم شانل بلوكينج دراجز. الحقيقه انا عندي اقتراح، ما مش عاوز ابدا السيشن تزيد عن 1.5 hour. انا باقي لي ثلث ساعه ماكسيمم، انا هديكوا راحه خمس دقائق عشان احطها في بارت 2، عشان حتى المشاهده بقى للتاريخ بعد كده ما تبقاش صعبه. يبقى كل مره بعد ساعه ونص نتوقف نرتاح، تشرب حاجه تعمل حاجه، ونكمل في بارت 2 in 5 minutes باذن الله. اشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم، ونلتقي في بارت 2 باذن الله بعد 5 minutes و 1 page، صفحه واحده اللي هي الكوندكتيفيتي، وهي